السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم راندا مع أم نعمة. اليوم إن شاء الله غادي نتشارك معكم التطبيق ديال هذا الموديل هذا اللي تتشوفوا في الصورة، بغاته واحد الأخت. غادي نديرو معكم إن شاء الله بشرح بسيط ومفصل، وغادي نديرو معكم في هذا القياس ديال 10 العوينات، وانتم يمكن لكم ديرو في القياس اللي بغيتو بنفس الطريقة، غادي نوريها لكم. نتمنى أخواتي تبعوا الفيديو من الأول حتى الأخر، وما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب. اللي ما مشاركش في القناه تشارك وبارطاجيو الفيديو باش يوصل للاخوات اللي باغيه تتعلموا ومهتمات بالراندا. وشكرا لكم. نبداو بسم الله. كيف ما العاده اخواتي كنسبقوا الملاقيه هي الاولى. غتجيو النصف التوق، تعبروا القياس اللي نتوما بغيتو اولا اللي مطلوب لكم، وتنزلوا الملاقيه اللي بغيتو القياس اللي بغيتو. مهم ملي كتسبقوا الملاقيه كتنيو التوب على الطريقه اللي كنتنيو عليها دائما، راني وريتها لكم اخواتي شحال من مره. صافي ونبداو. بالنسبه للحرير انا هنا غنخدم بالحرير مبروم على 3 شعرات، نتوما يمكن لكم تخدموا حتى على 2 على حسب الطالب وعلى حسب نتوما شنو بغيتو. صافي البرا غنخدم بالبرا نمره 5 او النمره 6. نجيو اخواتي حنا بغينا نخدمو في السطر اللي يكون عندنا العدد زوجي، وانا هنا الملاقيه دايره ديال 1. الا كنتو دايره الملاقيه ديال 1 غتبداو من الجهه الفوقانيه ديال 1 اولا ديال 3 اولا ديال 5. المهم الا كان العدد فردي بداو من الفوق، كان العدد زوجي بداو من التحت. غنشد هنا نثبت الحرير في هاد العوينه، نخدم في هاد العوينه اللي الوسط. صافي ونجي للجهة التحتانية نشد فيها هاد السطر اللي غنبدا طالعة، غادي ندير الزيادة ونخدم في هاد العوينة هي 2. أنا بغيت هاد السطر اللي نكون طالعة فيه يكون عندي العدد زوجي. نشد هنا في التوب ندير هنا الزيادة ونرجع في هاد العوينه، نشد هنا في التوب ندير الزياده ونخدم هنا في هاد العوينه، نعاود نرجع نشد هنا في التوب ندير الزيادة نرجع في هاد العوينات بثلاثة ونعاود نرجع مع السطر. هاد الدرجة أخواتي فيها في العلو 3 العوينات، نشد هنا في التوب ندير الزيادة نخدم في هاد العوينة الأولى، نخلي هنا 2 عوينات ونرجع مع السطر. نشد هنا في التوب. بالنسبه لهنا اخواتي انا بغيت هنا الفوق يبقاو عندي غير 2 عوينات، وهنا راه غادي نعلي هذه الدرجه بثلاثه العوينات بحال هذه، ولكن صافي حتى نحل التوب نقطعه وعاد نطلع هذه الدريجه هذه من هنا. صافي غندوز للجهه اللي لتحت، نجي لهنا غادي ندير خيط اخر جديد، نثبت الحرير في هاد العوينه ونجي لهنا لعند التوب ندير الزياده ونرجع نخليها 2 عوينات للوسط، نشد هنا في التوب ندير الزياده نخدم في هاد العوينه ونرجع مع السطر. نشد هنا في التوب ندير الزياده نخدم في هاد 2 عوينات. دابا هنا العلو غيولو عندنا 3 العوينات، وحده 2 3 حتى هنا غيولو عندنا 3.
نشد هنا في الثوب، ندير الزياده ونخدم في هذه العوينه الاولى، نرجع مع هاد جوج عوينات صافي اخواتي. هنا نشدو في الثوب صافي، غادي نقطع الثوب نشبو ونرجع لكم عاد غنعليو هاد الدرجه وثلاثه العوينات ونكملو الخدمه ديالنا صافي اخواتي. ها نتوما انا قطعت الثوب نشبتو، غادي نكمل دابا الخدمه ديالي، غنرجع في هاد جوج عوينات باش نعليو هاد الدرجه حتى هي بثلاثه العوينات بحال هادي. نرجع في هاد جوج عوينات نعاود نرجع فيهم ونشد في الثوب صافي. دابا ما بقيناش كنديروا الزياده، نرجع هنا العوينه الاولى العوينه الثانيه، نعاود نرجع واحد جوج صافي. هنا اخواتي علينا هذه الدرجه بثلاثه العوينات، نجي لهنا اخواتي الدريجه من هذه الدريجات ونشد في العوينه الاولى، نهز هاد العوينه ديال الحرير ونخدم في هاد جوج عوينات لي الوسط. ها وحده ها جوج، ونجي لهنا العوينه الاولى ونرجع مع هاد جوج عوينات نشد هنا في العوينة الثانية ونرجع مع السطر. نجي لهنا العوينة الثانية نرجع في هاد جوج عوينات ونشد هنا في العوينة الثالثة، نعود نرجع فيهم نشد هنا في العوينة الثالثة ونرجع في هاد جوج عوينات ونجي هنا فوق هاد جوج عوينات، هنا غنعاود نخدم في نفس العوينة ونجي نشد هنا ونجي لهاد ثلاثة العوينات اللي عندنا هنا غنشد في الأولى ونرجع مع السطر، واحد جوج هاد جوج الوسطانيات هما أربعة، وغنخدم هاد جوج ديال هاد الدريجة هنا كنعاودو نخدمو في نفس العين ونخدم في هاد العوينة ونجي للعوينة الأولى، نرجع مع السطر واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ها ستة، نشد هنا في العوينة الثانية. دابا أخواتي غنرجع غير في هاد الجوجات، ها وحدة ها جوج، ونعاود نرجع نشد هنا في العوينة الثانية، نرجع في هاد جوج عوينات ونعاود نرجع مع السطر، نخدم جوج عوينات ديال هنا ونجي نخدم هاد جوج عوينات عاوتاني، ها الاولى الثانيه، نجر الخيط التحتاني مزيان ونجي لهنا للثوب فوق هاد الخيط هذا، منشدوش بزاف الثوب ونرجع اخواتي فهاد السطر كامل، وحده جوج ثلاثه اربعه، ونرجع مع السطر صافي. هنا ولاو عندنا ثلاثه العوينات، نشد في الثوب
نرجع دابا غير في جوجات، واحد جوج صافي. هنا اخواتي في هاد الدرجه راه ولاو عندنا العلو ثلاثه العوينات. نعاود نرجع نشد هنا في التوب، نرجع في هاد جوج عوينات، غنبقى نخدم حتى يولي عندي في العلو ثلاثه العوينات. واحد جوج ثلاثة صافي. ندخل الخيط هنا في التوب وندوز للجهة الأخرى، غادي نركب خيط جديد. بالنسبة لهاد الخيوط أخواتي ما ديرهمش طوال بزاف، ديرهم بين وبين باش ما يبقاش يشد لكم الحرير. نجي لهنا لهاد العوينة الثانية، نثبت فيها الحرير ونهز جوج عوينات بقاوية. هنا ربعة، غنهز جوج، ها وحدة، ها جوج، وهنا الوسط غيبقاولية جوجات. غنرجع فيهم نشد هنا العوينة الثالثة اللي بقات، ونرجع في جوج عوينات. نرجع دابا مع السطر، واحد جوج، ونجي لهنا فوق هاد جوج عوينات. هنا كنعاودو اخواتي نخدمو في نفس العوينه، واحد جوج، نجر الخيط التحتاني مزيان ونشد هنا في التوب ونرجع في هاد العوينات. هاد السطر كنرجع في العوينات كاملين باش نكمل لهنا العلو ديال ثلاثه الضربات، اولا تنقولو ثلاثه العوينات، واحد جوج، ها ثلاثه صافي. نرجع دابا مع السطر ونشد في التوب. هنا اخواتي بقاو تردوا بالكم مع تيكون الحرير لتحت ما تشدوش بزاف في التوب، انا بحال هاد الضربه شديت بزاف، المهم تتبقى تبان غليظه، شدوا غير شويه. هنا ملي تيولي عندي العلو ديال ثلاثه العوينات غادي نرجع دابا غير في جوج، واحد جوج، ونعاود نرجع فيهم، نشد هنا في التوب، نبقى نرجع في هاد جوج عوينات حتى يولي عندي العلو ديال ثلاثه العوينات. صافي دابا هاد الحرير اللي كان عندي من قبل نجرو ونقطعه، وهذا الحرير هذا غندخله هنا في التوب، هانتوما اخواتي الزواقه راه بدات كتبان. صراحه هاد الزواقه كتبان زوينه وكتبان عاطي العرض، واخا ما فيهاش العرض بزاف. غادي نركب دابا لون اخر، غندير لكم هاد اللون كيبان مزيان في التصوير، ما عرفتش هاد اللون واش غيبان لكم واضح. المهم راه تنظن مع الشرح راه غتفهموني. نديرو هاد اللون هذا. بالنسبه لهاد الزواقه كتخدم بربعه الالوان، وانتم راه ماشي بالضروره تخدموا بربعه، راه يمكن لكم تخدموا بالقياس اللي بغيتوا، تقدروا ديروا غير جوج الوان. نجي لهنا اخواتي بنفس الطريقه كيف ما درنا هنا، نجي للعوينه الاولى نثبت فيها الحرير، ونهز هاد جوج عوينات اللي بقاو الوسط نخدم فيهم. نجي لهنا للعوينه الاولى ونرجع في جوج عوينات، نجي لهنا للعوينه الثانيه ونرجع، نجي للعوينه الثانيه في الجهه الاخرى ونرجع، نخدم في العوينه الثالثه، نشد هنا ونرجع مع السطر. دابا غنجي لهنا لهاد جوج عوينات، هنا كنعاودو في نفس العوينه ونشد هنا في العوينه الاولى
ونرجع مع السطر، واحد جوج، نهز هاد الجوينات لي الوسط ونخدم هاد الجوينات لي هنا، واحد جوج، تيولي عندنا في العرض ستة العوينات. غنجي لهنا ونرجع في هاد الستة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، ها ستة. صافي هاد السطر الأول كنخدموه من هنا حتى لهنا. دابا غادي نرجع غير في جوجات، واحد جوج، ونرجع مع السطر نخدم في هاد العوينة الثالثة اللي هي الأخرى، ونرجع مع السطر. هنا تيوليو عندي جوج عوينات، غنرجع مع هاد السطر حتى لعند التوب، نخدم حتى هاد جوج عوينات، نجر هاد الخيط اللي لتحت ونشد هنا في التوب حدا هاد الضربة، غير هي تيكون هنا الخيط داخل، تنحاولو نقادوه ونخدمو فوقو وما نشدوش بزاف في التوب باش جينا الخدمة مزيانة. وغادي نرجع مع السطر كامل مع هاد ربعة العوينات باش نكمل هنا العلو ديال ثلاثة العوينات. ونرجع صافي، هنا ولاو عندي ثلاثة العوينات، غنرجع حتى للتوب، نشد هنا في التوب ونرجع دابا غير في جوجات، واحد جوج، نعود نرجع فيهم بنفس الطريقة. أخواتي إلا بغيتو تعرضوا أكثر من هاد القياس هذا، راه بنفس الطريقة بقاو تخدموا حتى تخدموا القياس اللي نتوما بغيتو. صافي وكملوا. غنبقى نخدم حتى يولي عندي هنا العلو ديال ثلاثة العوينات، واحد جوج، ها ثلاثة. صافي أخواتي، ندخل دابا هاد الخيط هنا في التوب. بالنسبة لهاد الخيوطة غير خليهم، نتوما كتخدمو فوقهم والخيط اللي قربتو ليه قطعوه. بحال دابا هاد الحرير الصفر غنقطعو، هاد الموف نخليه ماشي مشكل، ندوز جهة أخرى نركب خيط آخر كيف ما درنا هنا نديرو هنا. نجي للعوينة التانية الأولى، راه هي اللي شديت فيها السطر الأول، غادي نثبت الحرير من هاد العوينة. هنا راه عندي ربعة، غنهز جوج، واحد جوج، ونخلي جوج، نرجع في هاد الجوجات، نشد هنا في العوينة الثالثة ونرجع في هاد جوج عوينات، ونعود نرجع مع السطر كامل، واحد جوج ثلاثة أربعة. نجر هاد الخيط تحتاني ونشد هنا، نزير هاد الضربة مزيان، نرجع في هاد العوينات بربعة، واحد جوج ثلاثة. ضروري خاصنا هنا يجيونا ثلاثة العوينات. نرجع مع السطر، نشد في التوب. دابا غنرجع جوجات، واحد جوج، ونخلي هاد الجوجات ونرجع في هادو، نعود نرجع حتى يولي عندي العلو ديال ثلاثة العوينات. صافي هاد الخيط غير نقطعو،
صافي ملي تيولي عندنا العلو ديال ثلاثة العوينات غندخل دابا البرا في التوب هكا. هانتوما اخوات راه هذا هو الشكل، راه نفس الموديل اللي في الصوره، درت لي التطبيق ديالو، طلبوه الاخوات. صراحه هاد الموديل تيجي زوين وراه ساهل في الخدمه. هانتوما راه هي هذه الطريقه وما عريتش بزاف، راه في العرض 2 4 6 8 10 10 العوينات، ولا بغيتو تكبروه كبروه. صافي اخواتي راه بنفس الطريقه غادي نكمل. صافي اخواتي هانتوما نزلت هاد اللون هذا بنفس الطريقه كيف ما وريت لكم، وضروري خاصكم تعودوا اللون ديال التوب باش يجيكم الشكل بحال اللي في الموديل اللي شفتوه في البدايه ديال الفيديو. المهم اخواتي انا طبقت معكم موديل في هاد القياس هذا ديال 10 العوينات، نتوما يمكن لكم تطبقوه في القياس اللي بغيتو او لا اللي مطلوب لكم بنفس الطريقه. انا هنا هزيتها على جوج عوينات، درت في العلو 3، يمكن لكم تهزوها على 3 وديروا في العلو 4. المهم هنا العرض راه 10 العوينات، ولا بغيتوا ديروها على 3 راه غيجيكم هنا 3 و 3 6 9 زائد 6 هي 15 عين. المهم يمكن لكم ديروا القياس اللي بغيتوا. صافي اخواتي هادشي اللي كاين، لا نسيت شي حاجه فكروني فيها في التعاليق، واللي ما عرفاتش شي حاجه نكملها معاها. وما تنساوش الى عجبكم الفيديو ضغطوا على زر الاعجاب، اللي ما مشاركش في القناه تشارك. مرحبا بكم كاملين في قناه تعليم راندا مع ام نعمه، ودائما اخواتي من باب الدعم والتشجيع بارطاجيو الفيديو باش يوصل للاخوات. وشكرا لكم، السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.